إن شاء الله بمناسبة ميلاد أمنا سيدتنا فاطمة النبوية عليه السلام، وهي ولدت في 20 من جمادى الآخر 5 سنوات قبل البعثة، وكان نبينا عمره 35 عاما. بهذه المناسبة الشريفة الكريمة نقرأ نظم عقد اللول من سيرة الزهراء البتول للسيد محمد بن حسن بن علوي الحداد، يقرأه الشيخ الأصلي. يلا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكن لنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحواسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. رضي الله تعالى عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، أرسل نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختص أهل بيت نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالأفضلية والتكريم تشريفا لهم وتوقيرا. وقال في معرض الثناء عليهم تنبيها للأمة وتذكيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك في كل لمحة أبدا، وكرم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه كلمات مضيئة ولآلئ وضيئة عن سيدة نساء العالمين أم الغر الميامين بضعة الرسول عليها السلام سيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعليها بعد أبيها أزكى صلاة وأنماها. والحديث عن سيدتنا الزهراء رضي الله تعالى عنها شيق وجميل ممتع وطويل، يقف الكاتب أمامه حائر التفكير عاجزا عن التعبير، لا يدري من أين أبدأ إن سنظم أو سجع، ماذا يأخذ من مناقبها وماذا يدع. فهو أمام بحر زاخر بنفائس اليواقيت والجواهر، لقد زكت قولا وفعلا
وسمت فرعا وأصلا. من أمها؟ من أبوها؟ من بعلها؟ من بنوها؟ أبوها سيد الكونين وأشرف الثقلين، المنة الكبرى على المؤمنين ورحمة الله تعالى للعالمين. أنقذ الله به البشرية من ضلالات الجاهلية، جاءنا بالكتاب المسطور، وأخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وبارك وكرم وعظم. وأما أمها فهي السيدة الطاهرة ذات المناقب الفاخرة، خديجة الكبرى، من فازت بشرف الدنيا وسعادة الأخرى، أكرمها الله تعالى بأعلى وسام، فأهداها مع جبريل السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وماذا عن زوجها المرتضى القائل كلمة الحق في الغضب والرضا، أسد الله الغالب سيدنا علي كرم الله وجهه ابن أبي طالب. وماذا عن ولدينا الكريمين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ريحانتي سيد الكونين، فهما كما جاء في صحيح السنة سيدا شباب أهل الجنة. وماذا عن زينب وأم كلثوم، فضلهما معلوم ولهما مكانة مرموقة في قلب النبي المعصوم، أولئك هم أفراد بيتها الطاهر، النجوم الزواهر، الكرام البررة، الأئمة الخيرة، نجوم أمن البرية، وسفن النجاة من كل بلية. رضي الله تعالى عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأمّاها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في ولادتها ونشأتها رضي الله عنها، ولدت سيدتنا فاطمة عليها السلام في بلد الله الحرام قبل البعثة بخمسة أعوام، وكان ميلاد هذه النبتة الطاهرة لعشرين من جماد الآخرة. ففي يوم الجمعة الأزهر سطع وجهها الأنور، فالحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسماها أبوها فاطمة لأن الله فطمها من النار الحاطمة، ومن أسمائها المباركة والزكية والراضية والمرضية، وتسمى عليها السلام الزهراء لأنها زهرة أفضل الخلق بلا مراء، ولقبت كذلك بالبتول لانقطاعها للعبادة فيما تفعل وتقول.
وكنا يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم أبينا لما كان يجد عندها من حنان وعطف أودع فيها. نشأت في بيت النبوة معدن العلم والشرف والفتوة، حيث يغدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويروح، وتتنزل الملائكة والروح. نشأت في ذلك البيت الفاضل على أفضل الأخلاق وأحسن الشمائل، وكيف لا تكون كذلك وهي خريجة مدرسة أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله تعالى مكرما متمما لمكارم الأخلاق. فمنه تعلمت الصدق والأمانة والعفة والفطانة، تعلمت منه القرآن والحكمة والرأفة والرحمة والتواضع والعلم والصبر والحلم، طبعت على أخلاق رضية وشمائل نبوية وأخلاق محمدية، أولاها ربها تعالى من الخيرات ما أولاها، فعليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في جهادها عليها السلام وتحملها للدعوة، وقد نشأت هذه السيدة الطاهرة منذ طفولتها الباكرة مجاهدة صابرة، لقد شهدت الدعوة منذ بدايتها وعاشت أحداثها إلى نهايتها، ويتجلى جهادها في مرافقة أبيها الكريم منذ بداية الدعوة إلى الدين القويم. كانت معه إبان مواجهة الكفار، وشهدت ما لاقاه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخطار، وأتاح لها صغر سنها أن تسير معه صلى الله عليه وسلم حيثما سار، وكبرت الزهراء عليها السلام وكبر معها عزمها الوقاد وتطلعها للجهاد، فقد كانت يوم أحد مع المجاهدين تضمد الجراح وتسقي المحتضرين، وفي يوم أحد كانت فاطمة عليها السلام هي الحبيبة لجرح أبيها المداوية والطبيبة. كان علي عليه السلام يصب الماء وهي تغسل الدم عن وجه رسول الله الشريف، ولما لم يتوقف منه النزيف عمدت إلى حصير فأحرقت وضمدت برماده الجرح فالتأم، وتوقف النزيف وزال عنه الألم. فأكرم بها من مجاهدة سابقة مخلصة صادقة، وتجلى صبرها عليها السلام في مواجهة الأحداث الجسام، صبرت على شظف العيش حين قاطعتهم قريش، وصحبت أبويها في الحصار وذاقت ما ذاقوا من جوع وإعسار، وإثر انتهاء أزمة الحصار العاتية فقدت أمها الحانية، وتلقت كل ذلك بنفس راضية
وهكذا يكون المسلم في كل أطواره راضيا بقضاء الله تعالى واختياره. وما الشجاعة غير صبر ساعة، والفوز في العقبى لكل صبار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضانا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأتمامها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في زواجها عليها السلام من سيدنا علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه، ولما بلغت ربيعها 18 تقدم لخطبتها أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، فردهم صلى الله عليه وآله وسلم ردا جميلا، وأخبرهم أنه ينتظر في أمر زواجها تنزيلا. وقد اختص الله تعالى بذات الشرف والمناقب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وقبل أن يصل إلى الرسول لخطبة الزهراء سيدتنا البتول، كان الوحي قد سبقه بمباركة هذه الخطبة الموافقة، كان الوحي قد سبقه بالمباركة لخطبة لهذه الخطبة الموفقة. فنال سيدنا علي كرم الله وجهه أغلى أمانيه وأعلى حين قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا وأهلا، ولم يطل الانتظار حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلب كبار المهاجرين والأنصار لينقل إليهم هذا الخبر السار. فلما التأم جمع هذه النخبة المختارة سطعت أعلام هذه البشارة، فخطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته المشهورة التي لم تزل في مثل هذه المناسبة مذكورة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا، وأمرا مفترضا، وحكما عادلا، وخيرا جامعا، أوشج بها الأرحام، وألزم بها الأنام. فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله تعالى يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ثم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فاشهدوا أني زوجته على 400 مثقال فضة إن رضي بذلك علي بن أبي طالب. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم دعا بطبق من بسر فوضعه بيننا وقال: انتهبوا
البصر، البصر هو نوع من التمر، نوع من التمر، يعني زي ايه وليمة كده. انتهبوا يعني خذوا منه واكلوا. اتفضل. فبينما نحن ننتهب إذ دخل علي كرم الله وجهه ورضي عنه عليه السلام، فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه ثم قال: إن الله قد أمرني أن أزوجك فاطمة على 400 مثقال فضة إن رضيت بذلك. فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله. دي سموها صيغة الزواج اللي هي الإجاب والقبول. يبقى النبي قال له زوجتك وقال له إيه قبلت، لكن إيه ذكر فيها قدر الإيه المهر. يبقى تمت الصيغة أمام الشهود والصحابة فتم العقد. فضل. ثم إنه ألقى خطبة قال فيها: الحمد لله الذي قرب من حامديه ودنا من سائليه، ووعد بالجنة من يتقيه، وأوعد بالنار من يعصيه، أحمده بجميع محامده وأياديه، وأشكره شكر من يعلم أنه خالقه وباريه ومصوره ومنشيه ومميته ومحييه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تزلفه وتدنيه. أما بعد، فإن اجتماعنا مما قدره الله تعالى ورضيه، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجني فاطمة ابنته عليها السلام على صداق 400 مثقال فضة، وقد رضيت بذلك وكفى بالله شهيدا. ثم خر ساجدا شاكرا لله وحامدا، فلما رفع رأسه من السجود قال له صاحب المقام المحمود. يسموها سجدة الشكر، سجدة الشكر عند حدوث النعمة، لأن شوف زواجه بأمر الله لرسوله، يتزوج أشرف من على وجه الأرض في زمنها وفي كل زمان. مفيش نعمة بعد كده، مفيش نعمة بعد هذه النعمة. فلذلك سجد سجدة شكر سيدنا علي، لأنه كان يعرف النعمة، ومن عرف النعمة عرف كيف يشكره، رضي الله عنه وأرضاه. تفضلي. قال له صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم: جمع الله شملكما وبارك عليكما وأخرج منكم الكثير الطيب. فيا له من عقد مبارك شهده كبار الصحابة أولي الفضل والنجابة، النبي فيه هو الولي، والزوج هو الإمام علي، والزوجة هي الزهراء عليها السلام ذات القدر العلي، رضي الله تعالى عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأتمامها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في وصف ليلة زفافها عليها السلام: ولما أن تم العقد المبارك الميمون وقرت به من المحبين العيون، زفت سيدتنا الزهراء عليها السلام في موكب من أبهج المواكب إلى بيت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وسار موكب الزفاف في فرح واستبشار يحف به نساء المهاجرين والأنصار، حتى وصلنا بها إلى بيتها الرفيع
بجوار بيت أبيها عليه الصلاة والسلام صاحب الجاه الوسيع، وما أن أخذت مكانها في البيت الجديد بجانب زوجها صاحب الحظ السعيد، حتى أقبل ذو الطلعة البهية والغرة المحمدية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، ليطمئن عليهما ويقدم أحلى التهاني إليهما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جمع الله شملكما وأعز جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا. فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهما وأخرج الكثير الطيب منهما، فكان منهما امتداد النسب النبوي الشريف المنتمي إليه كل سيد وشريف، فهم والقرآن متفقان قرينان لا يفترقان، حتى يلدا يوم القيامة حوض سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم، وصحابته والتابعين لهم بإحسان. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأدماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نعم. في جهازها ومهرها عليها السلام، وبعد أن عشنا لحظات هذا الزواج وما صاحبه من فرح وابتهاج، يواجهنا سؤال ملح يحتاج إلى جواب مفصح: ماذا عن مهر سيدة نساء العالمين؟ وماذا عن جهازها وهي بنت الصادق الأمين؟ لعل في ذلك عبرة للأمة ودروسا مهمة فيما يكتنف أمر الزواج من الظلمة والأمور المدلهمة كغلاء المهور والمباهاة في القصور والإسراف في الموائد والانجراف مع العوائد التي تلجئ الفقير إلى الاستدانة وتجعل الغني ينفق ما في الخزانة. فلتكن لنا قدوة وأسوة بأهل بيت النبوة، ولنحذر من التكلف الذي يفضي إلى التأسف. لقد كان مهرها وهي بنت النبي الأكرم 400 درهم، وذلك مبلغ ضئيل وقليل جد قليل لما شاع بين الناس من الآلاف المؤلفة المرهقة المكلفة. أما علموا أن كثرة المهر لا يزيد المرأة فخرا؟ ولو كان الأمر كذلك لكانت فاطمة عليها السلام أولى بذلك وأحرى. أما علموا أن أبركهن أيسرهن مهرا؟ وماذا عن أثاث بيتها المنيف؟ عارف 400 مثقال يعني من الفضة، المثقال اللي هو الدرهم، يعني درهم الفضة 2.9 جرام، يعني لو قلنا تقريبا 3 جرام فضة يبقى 3 جرام في 400 1200 جرام فضة. نشوف جرام الفضة بكام دلوقتي وتضرب في 1200 يطلع له مثلا في حدود ايه يعني 25-30 ألف جنيه، ده مهرها بالسعر الحالي. فبالتالي كان بالنسبة لأيام الصحابة يعتبر عادي ده مهر، وما زال حتى إلى يومنا هذا يعتبر مهر ضئيل بالنسبة لكرامتها ونسبها. فليس المغالاة في المهور معناه شرف النسب وعزة النسب، ولكن التيسير هي السنة النبوية المحمدية صلى الله عليه وسلم. صدر. وماذا عن أثاث بيتها المنيف؟
لقد كان وسادة من أدم حشو وانيف. الأدم اللي هو الجلد المدبوغ يسموه أدم، يعني كان سريرها عبارة عن مرتبة على الأرض. المرتبة دي عبارة عن مرتبة جلد والحشو بتاع حليف، ده سرير العرس. ده لمين؟ لأشرف الخلق بقى، هم دول بقى سلالة النبي المطهرة، عشان نشوف بس ان احنا عايشين في اوهام زينة الدنيا لما بنلهس وراءها واهلكتنا استهلاكا. اتفضلي. وخميلة ووحاء ورحاءين وسقاء وجرتين، فأين منها؟ الرحاءين اللي هي ايه؟ اللي هي بيطحنوا بيها الدقيق، يسموها المصريين الرحايا، لان ما كانش عندهم ايه يعني يجيبوا دقيق مطحون جاهز، بل كانوا يطحنوا الدقيق ثم يخبزوا ثم يأكلوا، يعني كل شيء يعملوه مصنوع داخل البيت. حياة صعبة قاسية. تفضلي. فأين من هذا ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من أثاث فاخر مرهق وجائر يستنزف الأموال ثم يرمى به في سلة الإهمال؟ وماذا عن الحلي والثياب يا أيها الأحباب؟ لقد زفت في بردين وزينت من الفضة بسوارين، فإن من هذا ما عليه الناس من فاخر اللباس وخواتيم الذهب والألماس والأساور السمكية التي تحول اليد إلى سبيكة والأساور السميكة التي تحول اليد إلى سبيكة والطقوم المنوعة من الذهب التي تبعث العجب ولا عجب، فهل لنا أن نرجع عما نحن فيه من ضياع وتيه؟ هل لنا أن نتحول من الصعب إلى الأسهل إلى ما كان عليه الرعيل الأول؟ فهو أولى بنا وأجمل، الله تعالى المستعان وعليه المعول. وسلام الله على سيدتنا فاطمة البتول، فقد كان زواجها عبرة لمن يتأمل. رضي الله تعالى عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأتمامها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في ولادة ولديها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم السلام، ولما استقر الزوجان في بيتهما الجديد على مقربة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق الحميد، مرت بهما الأيام في هناء ووئام، وهي وإن لم تكن حياة ترف وعيشة رغيدة إلا أنها كانت هانئة وسعيدة. وفي العام الثالث من الهجرة استقبلا في فرح جلي طفلهما البكر عليه السلام سيدنا الحسن بن علي، وزفت البشرى بالنبأ السار إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم النبي المختار، فجاء مسرعا إليه وأخذه بين يديه يتأمله والقلب بالفرح ممتلئ، يتأمله والقلب بالفرح ممتلي، فإذا هو شبيه بالنبي لا شبيها بعلي. وكان أول ما وصل إلى سمعه عند وضعه صوت جده صلى الله عليه وسلم سيد الأكواخ، حيث رتل في أذنه الأذان. وقبل أن يكمل العامين وضعت الزهراء عليها السلام شقيقه سيدنا الحسين، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذين الغلامين المباركين،
فقرت بهما العين. وقد شاء الله الكريم العلي أن تكون ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة وعلي من ابنيهما الحسنين عليهما السلام ريحانتي سيد الكونين. وما برح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورهما بين الحين والحين ويحتفون به مستبشرين فرحين. فيا حبذا من محفل فخيم ومجلس كريم يجلس في صدره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي عن يمينك وفاطمة عليها السلام عن يسراك، والحسن والحسين عليهما السلام في حجرك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعليهم جميعا بعد نبينا الكريم أفضل الصلاة وأتم التسليم. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأدماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونكمل إن شاء الله النصف الآخر، لتقريبا نصف الكتاب هو 14 فصلا، انتهينا من 7 فصول. الجمعة القادمة نقرأ 7 الباقية إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً.